انا على العرائش غنقول حسن المدير التقني النادي العرائش. تفضل اخي حسن، كيفاش كتشوف التظاهره هذه والاجواء ديالها؟ بالنسبه لنا احنا كنادي العرائش يوم الاتفاقيه الشراكه اللي لعقدناها مع جمعيه عبد الصمد الكفاوي في اطار مهرجان العرائش في الدوره الخامسه، احنا كنتكلفنا بدوري كره القدم واختارينا بعض الفروع كاين تحت طاجا، كاين بولينبيك القصري، كاين نادي العرائش، بالاضافه الى ممثل الساحل. والهدف العام من هذا الشيء هذا هو نحاول ما امكن المهرجانات الرياضيه تقارب بما رغم من ذاك الدعم الهزيل جدا. كما نقولوا انتكاسه، ماشي انتكاسه، كاين انتكاسه كيكون فيها شويه الامل، هذه كارثه. ما عندناش شي حاجه اللي ما اكثر من انتكاسه. يعني انت باش كطالب؟ انا كنطالب دابا مثلا الميزانيه ديال حنا شدينا من جمعيه عبد الصمد الكوفي 1200 درهم، وجبه غداء واحده تكلفتنا 2000 درهم. يعني النادي مكلف، يعني يقدر النادي يخرج الافلاس بطبيعه الحال. حنا كرياضيين معرضه اننا في مدينه العرائش نديروا شي، يكون شي تظاهره رياضيه ونقزموها، بالعكس حنا نزيدوا نكبروا على اساس كل العرائش هي ان شاء الله. يعني خلص ما كاينش شي دعم كيجيك من نهائي؟ ما كاينش دعم، ما كاينش دعم وما كاينش حتى السكات. دابا حنا الدعم ما كاينش، والهضره بزاف ربما كيقول كاين بعض الكيروج ان النادي شد ما عرفتش شحال الميزانيه ينظم دوري. حنا كنقولوا كنتحملوا المسؤوليه، شدينا 1200 درهم واحد الرباط قامت علينا ب 2000 درهم، دونك حنا كنادي اللي كنخلصوا هاد المسائل كامل. يعني هاد الشراكه مع عبد الصمد الكنفاوي كتدفعكم شي دفع معنوي؟ لا، بالنسبه للشراكه حنا في اطار الاخوان هما قالوا لنا هاد العام هذا ما كاينش المسائل، ها الميزانيه اللي كاينه واش تقدروا. حنا ماشي كنقولوا زعما ما كاينش، قالوا لنا زعما الميزانيه ما كاينش هاد العام هذا، ها الحدود، ها السقف اللي نقدروا نخدموا فيه. حنا زدنا كبرنا شي شويه مصر على اساس العريش ما يمكنش ديما تبقى يعني 1200 درهم كدوري الاطفال، والله كتبقى لنا حصه ديال التدريب ديال الاطفال ضئيلة. دونك حنا هذا غير باش نقولوا لهم تحت الرياضه راه كاينه، كاينه الشعبي، كاين الشيخات، كاين هذاك المسائل كامله، مرحبا حتى هذاك في اطار الفن، ولكن الاطار الرياضي حنا ما يمكنش ما خصوش يتهمل، ما خصوش يتهمل. حنا لا بغي يصغروا بينا، حنا نكبروا بهذه المسائل. شكرا سي حسن، بارك الله فيك. مرحبا.